غنشوفو واحد البروجي باش تعملو سي اس اس و جافا سكريبت كويز كيما كتشوفو معانا. ما كنخدموش بتكست بوكس، ماشي بتكست بوكس، شيك بوكس. بالنسبه للشيك بوكس ما كنخدموش بها هنايا. يمكن لك تصاوب واحد الكويز تكون فيه شيك بوكس، ولكن شنو هو الفرق ما بين الراديو وشيك بوكس؟ هو شيك بوكس يمكن لك تختار يعني تشيكي على بزاف عكس ديال الراديو. المهم هي اللي كتختار بها غير يعني جواب واحد الصحيح كما كتشوفوا معانا. كتختار المهم نديرو واحد تيست، هنا اختارينا جافا، ندير داكشي غلط الاول HTML، هنا ندير نون وكما كتشوفوا زيرو. نحاولوا دابا نحاولوا عاوتاني نديرو داكشي صحيح باش نشوفوا من بعد فاش كتسيم هنا جافا سكريبت لي الاخرى هكا و 1994 واحد صحيحه هي ديك جافا سكريبت. باقي كامل غلط كما كتشوفوا هنايا في جافا سكريبت هنا HTML. بالنسبه لل HTML راه داكشي واضح، زعما ما فيه شي حاجه اللي حيت كنخدموا اصلا غير بريديو، كديرها في الطاي وكدير ريديو بلاص تشيك بوكس. دونك عارفوا كاين فرق ما بيناتهم، راه كنا ديجا شرحنا اصلا في لاشين. شنو اخر؟ ممكن كتبقى غادي في الكواشن الاولى هكا، الكواشن الثانيه كدير ربعه، كيكون ربعه ديال لي ريبونس. وبالنسبه للي صحيحه راه كتكون كتخدم بجافا سكريبت، يعني جافا سكريبت هي اللي كتعطي الجواب الصحيح. يكون عندنا اي بي و سي و دي، وانت كتختار الصحيح وكدير سبمايت. المهم بالنسبه للي كولور داكشي بلاش بس اس اس، راه داكشي كيبقى ديالك انت. تبدا في لي كولور، انا حاولت نخدم بجوج ديال لي كولور، قسمت الباك جراوند درت فيها جوج كما كتشوفوا. داك الزرق اللي غادي للموف ومغلوق شي شويه، والتحت حتى هو زرق غادي للموف ولكن كلير، فهمتي؟ ماشي فونسي. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الديف هادي اللي خدمنا بها، خليتها بيضه. سبمايت هي الكادر بالكحل، وبوطون تكست زعما بالبيض، والعكس الاخرين لي كيسيون والاوبشن. المهم هادشي اللي كاين في سي اس اس. الباقي عاوتاني ديال باش كتشوف واش شحال جبتي وشحال من ريبونس عندك صحيحه، كيبقى داكشي بالجافا سكريبت هي اللي نخدمو بها بزاف. اما بالنسبه للسي اس اس راكم عارفين غير لي كولور والهوفر والريديوس اللي استعملت الريديوس هي غير ما المهم شوية غير دوك القناعات وصافي. شي ماشي هذاك هو المهم. حنا عندنا هنا فهاد الكويز المهم هو خاص يكون داكشي يعني يبدا يعطيك واش راك غلط ولا لا. المهم نحاولو نشوفو الكود ديالنا في جافا سكريبت. بالنسبة للكود راه تلقاه في الديسكريبشن كيما كتشوفو. هادو هما لي اوبشن، في الاول عندنا جافا سي بايثون جافا سكريبت، و لي كوريكت هي اخر وحدة هي جافا سكريبت كيما كتشوفو. هادا كوريكت، تانية بي، من بعد ا، من بعد بي، وهكا كتبقى غادي. هادشي اللي كاين في لا فيديو، منساوش لايك ونتلاقاو في البارتي التانية ديال لا فيديو والشرح باش نكملوه. وكالعادة الكود راه تلقاها في ديسكريبشن.